رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد أن إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات ستبدأ الأسبوع المقبل. حديث الجبوري جاء في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان، قال فيه إنه في حال لم يصوت مجلس النواب على الفقرة الأولى من قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات والخاصة بعمر البرلمان فإن المجلس ستنتهي دورته يوم السبت المقبل، فيما دعا الجبوري القضاة المنتدبين بعمل مجلس المفوضين إلى مراعاة الطعون والانتهاء من هذه المرحلة إلى النتائج المقبولة والمرضية. نحن مقبلين على مرحلة العد والفرز التي ستبدأ في الأسبوع القادم. كان توجه مجلس النواب هو إجراء العد والفرز الكلي، وقد أشار في ذلك بنص صريح، وصدرت التفسيرات بهذا الجانب، والجهة التنفيذية في مفوضية الانتخابات معنية باتخاذ الإجراءات بهذا الخصوص. على العموم مجلس النواب يتمنى من مفوضية الانتخابات من القضاة المعنيين وكلنا ثقة بهم أن يراعون الطعون وعمليات العد والفرز التي من المزمع أن تبدأ في الأسبوع القادم، وأن تتم عملية الانتهاء من هذه المرحلة إلى النتائج المرضية المقنعة الحقيقية.